دايره بحال الخزامه. تمشي شرب اوكسي الزيسيز الزوتين مت فيها واحد الريحه زوينه. هذا الربيع هذا كيقولوا له بيرمان، الا شي واحد فيه الريحه ديال الرجلين اه زاد بيرمان هكا ويديرو في السبرديله، يعني ويلبس السبرديله ما تيش تبقى قاعد في ديك الريحه. لكن ما كيدير محمد هكاك، ورينا ورينا محمد كيفاش شتي كيمشي. ما عمرك تشوف الريحه وما عقلوا عليها، عقلوا عليها هو. المهم عقلوا عليه، سميتو بيرمان، راه موجود شي واحد الريحه زويونه. المهم خيرت الله هاد الشتا اللي دازت، خيرت الله الربيع والويدان عامرين. ايوا يلاه سي محمد كملوا طريقنا، شدوا الطريق دابا في وقت الربيع كتكون هنا الدعوه مزيونه، بنادم يجي مع العائله ديالو يجلس يدوز العيش بوحدو، يدوز العشيه، يدير واحد كاميله او يطرح ويرتاح. هاد الطريق فيها العقبه بزاف، الله يحفظو صفا الخوت. انا عارف جبينا على الموتور كيفاش اسي محمد، غاد نطلع ولا ما غاديش نطلع؟ ان شاء الله نطلعو، غادي نطلعو يلا تيسير الله وصافي. المهم الطريق هذا كله عقبه، خصنا نوصلو ليه القمه لداك الجبل الفوق. اما كاين غا الطلعه باقي لنا واحد الدورة، واحد الدورة جوج بالله يسلي باقيين صعاب. الله يحفظ والله يستر. طلعنا ديك العقبة كانت واعرة، اتفقست دابا غنضرب هاد العقبة. شوف فيها الدورة هاك، محمد خايف وهرب قالك نطلع على رجلي. مالك؟ خايف اخويا نضربها ركابي. غراجي غراجي ما تخافش، غنطلعو غنطلعو ان شاء الله. انت نوريكم واحد الحاجه، عرفتوا شنو هادي؟ هادي هي الشجره ديال التوت البري، اللي ما كيعرفهاش غادي يعرفها دابا. هي حنا كنقولوا لها بريفيه ساسنو. دابا هادي في الصيف غتكون فيها التوت، الحجر الابيض. ها نكملوا على الطريق نتيسير الله. شوف الطريق كي داير، ويلي 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 واخا هكاك طلعت هاد العقبة هادي، ومازال مازال مازال حبيبي مازال. شنو كيستنانا الفوق؟
هذا خويا محمد كيف تفريهم مريهم بيك لعب دور سيطلع أبو الله سيكون طريقة مترفس ديال بصح شوف 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 وضع عدد شوف المغامر والطريق مكرفسة ديال بصح أكبر يا ربي العزيز وصلنا إلى مكان مخيف ستراكتور خليك خليك خصك تراكتور هنا اخويا سامي غادي نغامر غير خليك شي غير هذيك يا خويا سامي غير انفط هذه البلاصه هذه لا تخرج كنعرف الموتور وصافي والله العادي مججبينا في ديك العقباره شي حاجه اللهم بارك صراحه واقول تبارك الله الله طلعنا ديك العقبه واعره بزاف ندخلوا واحد البلاصه هنا تما واحد المنظر زويون ضحكني السي محمد فاش طلعنا في ديك العقبه وبدا كيخاف هاد السنسور اللي كيكون في البهيمه ولا كيكون في البقره علاش كيديرو ديك سميتو كامبونا بالاسبانيوليه ما نعرف ولكن علاش كيديرو لا ما عرفت الا تلفت المولا راه غيعقلها بهذا الصوت هذا والله اعلم داكشي اللي عارف الله اعلم المهم الاخوان شوفوا هذا المنظر وهاد الطبيعه وهاد البهيمات اللهم بارك الخير موجود كلي واشربي هنيئا لك شوف هذيك غير كتشوف فيها مازال بقات لينا العقبه قبيله فاش كنا لتحت قلت لكم خصنا نطلعوا مور داك الجبل راه هو داك الجبل فين خليناه دابا فين غنشدوها سي محمد شدوا الطريق ياك نمشيو لداك دوك الديور ديال الاستعمار ياك سي محمد كاينه واحد الدار تما فيها واحد البيت ولا شحال عندها هاد البواب ثلاثه البواب دايرين بحال الكوخ بحال الغار كاين هنا واحد البلاصه ديال الكامب ديال العسكر في عهد الاستعمار كانوا كيتخبعوا فيها ولا شي حاجه عندها ثلاثه البيبان البلاصه كان مخيم عسكري في عهد الاستعمار الله يحفظه صافي حنا غادي ندخلوه ما عرفش شنو كاين تما الداخل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله شعلتي النار محمد الله هادشي كيخوف على الخوت المغامرة الله اكبر زيد تفضل تفضل انت الاول انا الاول كتسبقنا هيك تخرج معنا شي اناكوندا هنايا ديك
البيت هو هذا، هذا هو البيت. زيد كتسبقني انا، زيد زيد انت. الله اكبر الله اكبر. اجا محمد اجا شي واحد دقيقه، شي حنوشه هنايا ولا شي حاجه. شوف ديك ديالنا محمد، اضوينيش انا هو البيت الاخر. فين هو؟ هو قلع. هو الباب ديالو. زيد هو واحد على اليمين. كاين مازال عاد. كنا شي جن صدقنا ولا شي حاجة. وحنا الجن أنا ما غاديش نأذيكم. وبزاف. كاين بزاف ديال البيوت. ها واحد الطريق. ها واحد الطريق، ندوزو هذا ولا هذا؟ نخرجو منه، نخرجو منه من بعد. ها هو بغا يشبني الصغري، سي سمير. هاد البلاصة كتخوف. حنا من الباب الأول، خرجنا من الباب الثاني، دابا ندخلو الباب الثالث. الباب الثالث هادي هي. صراحة الخطة راه كيخوف ديك البلاصة والله العظيم. أنا ما خفتش ما نكذبش عليكم، ولكن الإنسان راه كيخاف تخرج مع شي حنشة ولا شي حاجة. أنا البلاصة خطيرة. شوف الدخلة كاينة توت البري. المهم بسم الله بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر. يا لا صديق ديالنا يقول هذا الله سبحانه. الاخوان حنايا كنتواجدوا الان في جبل المعروف جبل غورغو في اقليم الناظور. فكما كتعرفوا هذا الجبل هذا كان فيه اماكن تاريخيه بحال هذا العين المكان اللي كنتواجدوا به الان. كاين واحد المغاره اللي فيها في الداخل فيها على شكل اسطبل اللي فيها مجموعه من الغرف، وهي كانت في ذاك الوقت كانوا كيحتجزوا فيها دوك المناضلين ديالنا في العهد عبد الكريم الخطابي. وهذا الشيء كيعاود التاريخ ديالو، يمكن لكم تشوفوه في هذاك سميتو مازال محفور التاريخ ديال سميتو ديال البناء ديال هذا الشيء ديال هذا المحتجز. بالنسبه لهذ البلاصه هذه مدرسه عسكريه ولا لا؟ هذ البلاصه كانوا كيقولوا اسيدي كانوا كيتعلموا تما العسكر ديال الاسبان في هذيك الوقت، كانوا كيعلموهم داك الشيء. كان عندهم تما المعدات وداك الشيء بحال سونتر ميليتير هكا. كان بحال شي سونتر ميليتير. وكان هذ البلاصه كما كتشوف راه كتطل على المحيط الاطلسي وبحيره مارتشيكا كما كتشوفوا. فانطلاقا من هذا المكان كيتمكن المستعمر انه يقيم نظره يعني واسعه على منطقه الناظور. كما كتشوفوا عاوتاني في هذه الجهه كتكون مدينه الزغنغان ومع مدينه الناظور. يعني الاقليم الناظور كيبان يعني واضح. والغابه راه معروفه غابه. بالنسبه لذاك الغار اللي دخلنا هذاك واش سجن ولا شنو هي؟ هذه هي الباب ديالو. هو في الاغلب كان سجن هذاك المغار، حيت ما يمكنش يكون بنايه تحت الارض اللي يكونوا فيها العساكر، ما يمكنش. فهذاك المغارات اللي كاينه تحت الارض عباره عن اسطبل، وكانوا كيحتجزوا فيها وكانوا كيعذبوا فيها الناس اللي كانوا كيناضلوا في ديك كيقولوا الناس القدام في هذيك الحقبه ديال عبد الكريم الخطابي. وكان كمحتجز اللي كاين بزاف، ماشي غير هذا اللي كاين، فكاينين وحدين اخرين. كيفاش كان الاحساس ديالكم فاش دخلتوا ذاك؟ الصراحه واحد الاحساس شويه صعيب شويه. تما كتحس ان دوك الناس اللي عاشوا تما يعني ما بالوك حنا دخلنا وخرجنا، ما بالوك ان الناس اللي يقدر يكونوا تحتجزوا تما لشهور وسنوات. وراكم عارفين باللي كيكون واحد الاحساس اللي صعيب شويه باش كيكون شي حاجه كتكون تحت الارض، كتحس براسك بحال مدفون. وهذا الشيء اللي كاين. كنشكركم على شكرا على هذه المشاركه. شكرا لكم، بارك الله عليكم.
وما تنساوش تقما فيفا ناي ابوني جيم كتيو قمس قمس. دابا خرجنا للطريق ها هي مويتيره ديالي الحبيبه ديالي هي السي محمد راه طالع في القمه. المهم جينا مع الطريق لقينا هذا الشلال هذا الرائع. بسم الله غنتوضاو نصليو بعد العصر هذه فرصة بعدا. هاد الماء عندهم واحد المذاق مخير، عندهم واحد المذاق زويون بزاف. هاكا السي محمد واش بغيتي تغامر ولا شنو؟ كنت ليش واش طلع دقت مع اللي كان دعبيه هنا؟ لا لا انا يو غزي. ما أجمل خارير الماء. النذق ديالو مخير. قول عليه قول حرازان قول سايس. شوفوا معايا الاخوان هذه البلاصه هذه واحد المنظر رائع منظر جميل. الى الله نشكو بدمع المقلب ننادي ننادي بذل خجل الى الله نسمو بآه الصدور ونرقى اليه بضعف الوجل الى الله ربي وليس سواه نلبي نمني ونسعى أمل إلى الله والدمع فينا غزير والذنب أثقل من قد حمل والذنب أثقل من قد حمل. عرفتش هادي الطريق اللي ضربنا ولا مع ديك العقبه فيها الحفاري وداك الشيء وجوج على الموتور تمارا. يوم مهم طلعنا للقمه. دابا شوف اعلى قمه. دابا نجلسوا شويه ونشربوا واحد الكاس ديال اتاي نشموا شويه الريحه الهواء النقي. عرفتي فين جالس ولا كضرب فيا الشمس ماقدرش نشوف بزاف. جالس على واحد الحجره شوف.
الله يدير البركة في هذا الموتور وصافي. والله العظيم عرفتي كيفاش جوج الناس على الموتور والعقبة والحفاري، راه كروس وما يديرهاش. اللهم بارك، يلا نضربوه بالعين يبقى بينا انبا. يا مهم الخوت، كنشارك معكم المغامرات اللي كنديرو. شوفوا محمد راه كيصلي، شوف شوف واحد المنظر هنا، واحد المنظر عجيب المدينة هذيك. وسكتي علينا انتيا بركات. المهم غنجلسوا شويه دابا نرتاحوا انا محمد. جبت معايا واحد التيرمو ديال اتاي، إلى الله نرقى بروم القصور بحال ضعيف وحثو رمل. إلى الله من ذا سوى الله جل، إليه عليه ومن لي أجل. إلى الله عل الإله يجود، ولو كان من ذا العطاء وشل. إلى الله والله ما لي سواه، بذلي وعجزي عليه الأمل، بذلي وعجزي عليه. نصيحة الإخوان، الله يجزيكم بخير، فاش كتخرجوا كديروا الرحلة أو تجمعوا هادشي، الله يجزيكم بخير. راه السي محمد راه جمع، إلا جمعتي راك واحد الإنسان طيب. السي سمير من مراقبة النظافة.